كيف تتابع ما يصدر من تسريبات تخص احتمال توصل الاتفاق؟ وكيف تنظر أيضا إلى زيارة مستشاري الأمريكيين اليوم لإسرائيل؟ طبعا يعني في أمس واليوم يعني صدرت عدة تصريحات وصدرت عدة بيانات تشير إلى نسبة أو جرعة معينة من التفاؤل، لكن في المقابل هناك سلوك على الأرض، هناك عدوان يشير إلى تصعيد، يشير إلى العكس تماما. يعني طبعا أجواء التفاؤلية بين مزدوجين جاءت لأسباب عدة. أولا أن الجانب الأمريكي وتحديدا الإدارة الديمقراطية الأمريكية ربما تسعى لإخراج موقف معين قبل اللحظات الأخيرة من الانتخابات، وتقول أنها حققت إنجاز في غزة وفي لبنان. طبعا هناك أيضا تأثيرات العمليات الجارية في من حزب الله باتجاه العمق الإسرائيلي، والمقاومة أيضا الموجود الشرسة التي يقوم بها المقاومون الفلسطينيين في غزة، وضعت الحكومة الإسرائيلية في موضع أرباك وجعلها تفكر بحسابات معينة. طبعا أتحدث عن التحليلات السياسية يعني، لكن في الواقع هناك أسئلة كبيرة. الجانب اللبناني أيضا يعني قدم كل ما يلزم لتسهيل عملية وقف إطلاق النار، تحدث عن 3 مبادئ: وقف إطلاق النار فوري والكل يقبل به، كذلك حزب الله قال أنه يقبل بذلك، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، وبدء المفاوضات في 1701 دون تعديل أو نقصان. السؤال الكبير هو هل نتنياهو في هذه اللحظة بالذات يقدم هدية لإدارة ديمقراطية لاحقة خارجة أو منصرفة، أم ينتظر لمعرفة من تحمل بالانتخابات طيب إلى ربما البيت هنا الأبيض؟ ربما يحدد من هو هذا الساكن الجديد في البيت الأبيض؟ ربما ما يحدد هذا أن نحدد الأولوية لكلا الطرفين. يعني اليوم هوكستين وماكورك الاثنان داخل إسرائيل بالنسبة وهم سيناقشون يعني ملفات عدة، اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وبلبنان وأيضا الملف الإيراني. هنا أين تكمن الأولوية بالنسبة للجانب الأمريكي وأين أولوية الجانب الإسرائيلي؟ أعتقد بالنسبة للأمريكيين اليوم أنه أي إنجاز في أي على أي جبهة من الجبهات بحد ذاته هو إنجاز يمكن أن يقدم للمرشحة الديمقراطية هاريس قبل فتح الصناديق الاقتراع. يعني غزة كلنا نعرف أن هناك تعقيدات ما لها علاقة بمسألة المخطوفين ومسألة الأسرى، وهي مسألة شديدة الصعوبة في مكان معين. بالنسبة للبنان ربما يكون الأمر أسهل لأن القرار 1701 أصلا هو قرار متخذ في السابق، والتالي عملية وضعه موضع التنفيذ ربما تكون أسهل بطريقة معينة. طبعا الجانب المسألة الإيرانية، الملف الإيراني واحتمالات الرد الإيرانية وهي احتمالات قوية، هي أيضا موضوع قائم، وربما لا تستطيع الإدارة الأمريكية أن تفعل شيء رغم أنها كان لها الكلمة الفصل في توجيه الضربة الإسرائيلية التي استثنت النووي، استثنت المنشآت النفطية وذهبت فقط إلى المواقع العسكرية. فبالتالي هم يحاولون من بين 3 محاور أو 3 جبهات إنجاز شيء ما على أي من هذه الجبهات لتقديمه كأنه إنجاز سياسي، لكن إذا دققنا سنجد أن كل من هذه الملفات لديها عقدة ولديها مشكلة. نتنياهو لا يستطيع أن يوافق على وقف إطلاق النار في غزة قبل أن يطلق كل الأسرى هناك والمحتجزين هناك، وبالتالي ربما هو أيضا يريد مواصلة حربه في غزة بطريقته، لأن نراه اليوم يفعل ما يفعل في شمال غزة. في لبنان، في أنه لبنان أيضا ينهش المسألة، هل يمكن لنتنياهو يسير على نفس الاستراتيجية؟ يعني استراتيجية غزة هي هو ما يجري بلبنان، يعني استمرار الضغط صحيح العسكري حتى تحقيق الأهداف. هناك سؤال مثلا في لبنان، هل يقبل بأن يعود الوضع إلى ما كان عليه في 8 أكتوبر العام الماضي؟ هذا سيعتبر انتصارا لحزب الله حتى لو كان أدى ذلك إلى إعادة المستوطنين إلى المستوطنات في شمال الأراضي المحتلة. ونسمع أيضا من بعض الوزراء الإسرائيليين من اليمين المتشدد الذين يهددون بإسقاط الحكومة إذا ما وافق على هكذا صفقة. فما أقوله أنه حتى الآن
رغم كل النشاط الأمريكي، رغم كل المحادثات الجارية، رغم كل الاتصالات، لا يزال من الصعب القول أننا بتنا على طريق إيجاد حل سريع. باعتقادي يمكن الحديث عن ذلك بعد إقفال الصناديق الأمريكية ومعرفة من هو الساكن الجديد في البيت الأبيض. عندها يمكن الحديث عن حلول أو بدايات حلول. اليوم الكلام هو المعركة، الكلام هو الميدان، الكلام هو للتصعيد، ونرى على الساحة اللبنانية والساحة الغزية كيف تصعد إسرائيل بأقصى درجات التصعيد وترتكب من الجرائم ما لم يرتكب أبدا في السابق. اليوم ما يجري في المخيمات في بيت تاهية في جباليا هو نفسه بشكل آخر يطبق في لبنان. في هذه اللحظة كان هناك إنذارات لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الراشدية، يعني بمعنى إضافة عامل تعقيد داخلي في اللعبة اللبنانية لم يكن موجود. التهديدات المستمرة والمتوالية لواحدة من أكبر المدن وأهم المدن اللبنانية مدينة بعلبك، ومع استمرار القصف على أماكن أخرى في البلد واستهداف للطرق الحيوية والممرات والأوتوسترادات في الداخل اللبناني، فكلها تشير إلى نية إسرائيلية مستمرة بالتصعيد. وبطبيعة الحال يعني نسمع من المقاومة إن كان في لبنان أو إن كان في غزة أنها لن تقبل بالشروط الإسرائيلية، وأي وقف لإطلاق النار لن يكون إلا بشروطها وليس بشروط شروط نتنياهو أو شروط الأمريكية التي تقف بالكامل مع نتنياهو. طيب الآن يعني بالتزامن مع كل هذا سيد أمين، الحديث عن تقرير يفيد بأن إيران قد ترد قبل الرئاسيات الأمريكية، ما فرص يعني حدوث هذا باعتقادك؟ يعني نسمع في إيران تصريحات كثيرة إن كان من الحكومة أو إن كان من مسؤولين في مجلس الشورى أو بعض المسؤولين في الحرس أو في الجيش، لكن في النهاية الكلمة الفصل في هذا الموضوع هي للمرشد للقيادة العليا الإيرانية. أعتقد أن ما حدث في الأيام الماضية، إسرائيل هي المعتدية على الجانب الإيراني بغض النظر عما تريده إيران، بغض النظر عن رأي إيران في شكل الحرب وأنها لا تريد فعلا الذهاب إلى حرب مفتوحة بل تفضل أن يكون هناك نوع من التسويات، لكن عندما تضرب إيران بهذه الطريقة وهي التي بدأ إسرائيل اللي كانت البادئة وليست إيران، فبالتالي بالنسبة للقيادة الإيرانية الرد يجب أن يكون ردا حتميا. البعض يقول أن أفضل الرد الآن من أن نرد فيما بعد الانتخابات، لأن أي رد بعد الانتخابات من شأنه أن يغير كثيرا من المعطيات، لا سيما أننا لا نعرف من هو الاسم الجديد الذي سيشغل الكرسي الأولى في البيت في في في, في الإدارة الأمريكية. وبالتالي هناك احتمال ولو ضئيل، ربما ليس بالمباشر ربما بالواسطة، أن يكون هناك ردة إيرانية على ما يحصل.